المرحلة الانتقالية ليه يعني مثلا هو الحرية والتغيير ومجلس العسكري انفردوا بهذا التشكيل بهذا الاتفاق بهذا الاسم انه بل الحق الثوري يعني ممكن نقول عليه الحق الثوري ان هم جزء هم يعني حتى الاحزاب السياسية اللي كانت المشاركة في الحكومة جزء من شبابها كان جزء أساسي وليس فعال في المظاهرات في الاحتجاجات بما فيهم شباب المؤتمر الشعبي في ناس فيهم في زملائنا اعتقلوا طيب. تعرضوا ليس منه وبالتالي هذا طيب. التغيير السودانيين عموما طيب أنا الشاب السوداني الخرج في سبتمبر خرج من أجل التغيير نعم.